ولن يجد عبد شيئا أعظم في شهر رمضان من صحبة القرآن، لن تجد شيئا أعظم سعادة وجنة في الدنيا قبل الآخرة من القرآن، وأكمل وأتم ما يكون ذلك في شهر رمضان. وهذا هو الذي جعله الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فكان يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان. فاعقد العزم من الآن على أنك تصحب القرآن صحبة لا تشعر معها بسآمة ولا ملل. كلام ربك، كتاب ربك، تسمع الله يقول، تسمع الله يأمر، تسمع الله ينهى. سينسيك القرآن غيره، ويغنيك الله بالقرآن عن كل شيء. فمن استغنى بالقرآن أغناه الله، ومن استهدى بالقرآن هداه الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وتدخل شهر رمضان وأنت لا تفارق القرآن، إن كنت حافظا تقرأه في أوقاتك كلها، وإن كنت غير حافظ فخذه معك واصحبه معك واجعله جليسك الذي لا تفارقه ولا يفارقك، تأنس به من الوحشة وتخرج به من ضيق الدنيا إلى السعة، وتخرج به من عذاب الدنيا وهمومها وغمومها إلى رحمة الله جل جلاله خالقها وموجدها. تأنس بكتاب الله.